يسرنا أن نرحب معنا من بيروت بالناقد السينمائي إلياس دومر. صباح الخير إلياس، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم بالصباح. عم نتحدث عن فيلم يمكن أخذ ضجة كبيرة، The Dark Tower أو برج الظلام. أعطينا هيك نقد فني أو سينمائي سريع من قبلك لو سمحت. صباح الخير عزيزتي نانسي. صحيح، يعني القصة مثل ما ذكرت جدا مهمة، خاصة أنه هي تأتي مش بس من ستيفن كينج، يعني هو ليس ملك بعائلته، هو فعلا ملك أفلام الرعب وهذه القصص التشويقية المؤثرة، الذي باع أكثر من 350 مليون نسخة من كتبه، وأجاد عدد من المخرجين فعلا ترجمة وتصوير قصصه إلى السينما. وهذه يعني ليست الحالة دائما، يعني في The Dark Tower هو جيد، ولكن بصراحة ليس على مستوى القصص أو سلسلة روايات The Dark Tower، لأنه اعتبر أنه بمثابة إطلاق سلسلة أفلام جديدة مثل ما فعلت يعني مارفل وغيرها، وبدأ يعني مستوى جيد، ولكن كنا نتوقع أكثر وخاصة من ناحية الخيال. لم يستطع نقل العمل الروائي بشكل جيد؟ صراحة، لأنه عندما تكون أمام يعني أكثر من 5000 صفحة من هذه التفاصيل الخيالية الرائعة وهذا البعد الفلسفي الروحي، وخاصة أن الفيلم يعني يتخلله جملة تتكرر: لا تقتل بمسدسك، من قتل بمسدسه قد نسي وجه والده، اقتل بقلبك. وهنا يعني لدينا دليل للبصيرة الروحية، ليس فقط يعني المعنى المسطح الذي رأيناه في الفيلم. يعني هنا قضية دفاع الخير ودفاع الخير ضد الشر بوجه صورة هذا الطفل الذي يلعبه بطريقة بارعة، وخاصة في مشاهد اضطراب يلعبها توم تايلر. هنا رأينا كما ذكرتم في هذا التقرير كيف استطاع يعني ستيفن كينج أن يجنح في خياله في شخصية هذا الولد، وتكون لديه هذه البصيرة الفلسفية العميقة في الفيلم، التي للأسف لأن الفيلم ب 95 دقيقة وبنمط سريع وبانتقال وتيرة للحركات، رأينا أن بعض هذه الشخصيات هي ذات بعد أحادي، ونحن يعني في النقد الفني أو السينمائي نريد دائما أن نعلو بنظرة يعني هيك شاملة ونرى كل الأبعاد وكل الزوايا لكل هذه الشخصيات، لكي يعني فعلا بعض الأحيان نرى بعض الشخصيات تقوم بأمور لا نعرف مبرراتها وأسبابها. لذلك هذا الفيلم فعلا يعني وما تتفضل به يعني يمكن يتوافق شوي مع الآراء النقدية اللي يعني طلعت عليها شوي قبل الحلقة، وبيقولوا إنه في تركيز على تقديم الشخصيات أكثر من تسلسل الأحداث والسيناريو، مشكلة بتحويل من الكتاب إلى الفيلم والسيناريو، تحويل السيناريو. هل اليوم هذا تحدي بشكل عام بالنسبة للكتب التي تتم ترجمتها إلى أفلام، لأنه ما في كتير تجارب ناجحة بهذا المجال؟ أكيد دون شك، ويعني النقطة اللي أشرت إليها حضرتك كتير مهمة، لأنه يعني يمكن مثلا أفلام مثل Lord of the Rings لجي آر توكن شفنا قدي برع بيتر جاكسون وأصبح يعني علم من عالم السينما، لأنه فعلا قدر يعني ألف صفحات، قدر يعني يوضعها بسلسلة أفلام، وحتى يعني أخذت معه حتى ساعات، يعني بعض الأفلام وصل لحوالي 3 ساعات حتى قدر فعلا تقريبا يترجم هذه النظرية. وتطرقت إلى هذه السلسلة بالتحديد لأنها أحد مصادر إلهام ووحي ستيفن كينج لكتابة The Dark Tower، السلسلة The Dark Tower، بالإضافة إلى مصدر وحي من سلسلة أفلام The Man with No Name أو Dollar Trilogy لسيرجيو ليوني. ومن هنا نرى مصدر الوحي الوسترني لهذه الشخصيات الحاملة لهذه الأسماء الوسترنية. لذلك النقلة اختيار الممثلين، اسمح لي بس هون، يلعب دور كبير ربما في نجاح العمل. هل اختيار هذه الشخصيات التي مثلت في برج الظلام كانت ناجحة برأيك؟ دون شك عزيزي، ما ذكرته هو النقطة الأهم، لأنه يعني الفيلم كله كان حمله على أكتاف هؤلاء الشخصيات، وخاصة يعني أحد أبرع ممثلين مذهلين يعني يعيشان حتى اليوم هم في عصرنا هذا، هم إدريس ألبا وماثي ماكونهي، يعني الغنيان عن التعريف. لذلك يمكن أروع ما رأيناه في هذا الفيلم هو أداؤهما، وأداء أيضا هذا الولد اللي هو توم تايلر، واللي يعني بتوقع له كان بعد يعني نجاحات أكثر، هو ما خلينا ننجذب لهذا الفيلم، هو يمكن أكثر عنصر جاذب، لأن التفاصيل الدقيقة، وخاصة أن نتكلم عن يعني قصة تضع الكون برمته على المحك، يعني ما فينا ما نتطرق ننظر إلى هذه التفاصيل إذا ما كانت موجودة. لذلك هو الأداء ما رفع يمكن من الفيلم، وخلينا نرى فعلا هذه المشاهد الرائعة بين النجمين، وخاصة التركيز على عيونهم يعني بهالكلوز شوتس، وهذه استوحاء المخرج الدنماركي نيكولاس أرسل من أفلام مثل The Good, The Bad and The Ugly لسيرجيو ليوني. أشكرك كل الشكر من بيروت الناقد السينمائي إلياس دوما. شكرا جزيلا. شكرا. والآن مجددا عودة إلى مرور